سعيد بما تقدمه جمعيه الدقهليه لخدمه سوق العمل وايضا جهاز تنفيذ المشروعات المتوسطه، وانقل لحضراتكم تحيه المهندس علي عبد الرؤوف، وكان حريص جدا ان هو يتواجد لولا تصرفاته في بعض المواعيد مع معالي المهندس. ما جرى في هذا الحديث ليس ببعيد عن تطوير التعليم. بعد ان اطلق فخامه الرئيس عام 2019 ان هذا العام هو عام التعليم وتطوير التعليم، والوزاره جميعا تعمل على قدم وساق، وزاره يبقى مترتب عليها وزاره ومديريات وادارات ومدارس وما الى ذلك، لهذا التطوير وتحقيق هذا التطوير. هذا التطوير لو اخذنا منه شق او مجال واحد فقط عشان المؤسسه التعليميه يتم اعتمادها اسمه مجال المشاركه المجتمعيه. يندرج تحت هذا المجال 21 مؤشر، لازم 21 مؤشر يتم تحقيقهم علشان يتم اعتماد المؤسسه من هيئه ضمان جوده التعليم، بحيث ان هي تبقى مؤسسه عالميه تكون الناتج بتاعها ونواتج التعلم نواتج عالميه، لازم تحقق هذه المجالات وهذه المعايير وهي في مجال المشاركه المجتمعيه. ملخص الموضوع، المشاركه المجتمعيه يعني مدرسة ادى ايه للمجتمع؟ والمجتمع ادى ايه للمدرسة؟ المجتمع متمثل في المنظمات والجمعيات الاهلية والمشروعات وما الى ذلك. فكان اختيار هذا المشروع من الاختيار الصارم جدا جدا اننا نعمل تحت مظلة التطوير ومظلة مبادرة فخامة الرئيس وتوجيهات معالي الوزير اننا نشتغل على تطوير التعليم وعلى التحول الرقمي. الا ان هناك بعض الفئات المهمشه اللي موجوده عندنا واللي لاحظت من كلام حضراتكم انكم يعني ادتوا ضوء عليه، وهو التعليم المجتمعي، وده بيعتبر سن من سن 9 سنوات ل 15 سنه، وبيجي الولد بياخد بدايات القراءه والكتابه والحساب، الا انهم بيتدربوا على حرفه موجوده بيقدر من خلال هذه الحرفه في الاخر يطلع ان هو يشتغل في سوق عمل وما الى ذلك. اذا هنجد ان جميعنا يتحد في هدف واحد وهو هدف تطوير التعليم القومي. عندنا في اخترنا التربيه والتعليم، وكان فعلا اختيار صائب للقائمين على هذا المشروع. هو التربيه والتعليم عندي في كل مدرسه وحده اسمها وحده التدريب. فيها ناس متخصصين تي او تي هوايات المدربين، يعني يقدر يعمل مع حضرتك الحقيبه التدريبيه، ويقدر يعمل تحديد احتياجات، ويقدر يعمل اولويات، وفي الاخر يطلع الحقيبه ويطلع التدريب ويديك اثر التدريب على المستهدف اللي موجود، ما تم تحقيقه لهذا الاثر، وايه اللي موجود من نسب انجاز العمل الخاص. عشان كده كان الاختيار صائب اختيار التربيه والتعليم. اذا جميعنا هدفنا واحد، الهدف هو اننا نشتغل من خلال المشاركه المجتمعيه، لان المشاركه المجتمعيه من خلال مراكز القدرات المنتشره عندنا، عندنا في كل اداره هنا مركزين للقدرات، ومركز القدرات ده ان احنا نبدا نجيب الولد بدل في الشارع، نبدا نجيبه عندنا المدرسه، يشرف عليه ناس متخصصه من اصحاب الانشطه وما الى ذلك، سواء كان ثقافي او علمي او فني او رياضه، وفي نفس الوقت يمارس يجبرنا يمارس الهوايه بتاعته، ونبدا نشوف من خلال القائمين على ذلك لو كانت هوايه اخرى احنا ناخدها وننميها وما الى ذلك، ونشتغل على ده موجود في مراكز القدرات الخاصه للتربيه والتعليم. انا مش عايز اطول حضراتكم، ان شاء الله التربيه والتعليم كما قال الباشمهندس علي احنا معاكم، ما دام هناك خدمه الوطن، وما دام كلنا بنوحد مفاهيمنا لخدمه المجتمع، فجميعنا معا لتحقيق مبادره فخامه رئيس الجمهوريه ان عام 2019 هو بدايه عام تطوير التعليم، وتطوير التعليم ده تطبيق فيه بدايه من الصفوف الاولى وكيجي 1 وكيجي 2 واولى وثانيه وثالثه ابتدائي حاليا دلوقتي، وان شاء الله واخدين متعه التعلم اللي هي خاصه بالمراحل العليا اللي هي جايه، والموضوع باذن الله متاخر ان شاء الله. اشكركم وسعيد شكرا. نشكر الدكتور محمد عبد التواب اللي اول مره يشرفنا.